نقل وانغ رسالة من الرئيس الصيني شي جينبينغ الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقال وانغ ان الاولوية القصوى حاليا هي لاعادة تبادلات في مختلف المجالات بين الجانبين في ظل الوقاية الاعتيادية من الوباء والسيطرة عليه ومعارضة تسييس الوباء، بينما اعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لتعميق التعاون بين البلدين في مكافحة الوباء ودافع تحقيق المزيد من النتائج التعاونية في الاقتصاد والتجارة والزراعة وغيرها من المجالات فضلا عن دعم التعددية بشكل مشترك.